الاضطرابات زادت فاحنا لازم نطبق الحظر حذافيره، ما في اي مجال للمرونه، اي مجال ما طبق الاوامر باكر راح تبدي الفتره مال حظر، ما بيها مجال للاستثناء نهائيا حسب القانون. هاي وحده. النقطه الثانيه التعامل مع المواطن، تعاملكم يكون تعامل يعني تقولون قبل كان اكو شعار يقول الشرطه في خدمه الشعب، هسه انضافت الجيش ايضا في خدمه الشعب ان شاء الله. فالتعامل يكون تعامل اخوي واحترام متبادل، وتساعدون الناس، واي شغله تضر المواطن ارجو ان تتجنب. صحيح. زين وبارك الله فيكم. يعني أربعين ساعة موقفين على هذا الشيء، إن شاء الله حسين. أنتم أبطال، هذا من 1/10 ولحد هذا اليوم تدرون بدأت شرطة التظاهرات الأكبر، وهسه موضوع الكورونا، جائحة كورونا، وأيضا تحملت القسم الأكبر. فبارك الله بكم، أريدكم أفضل إن شاء الله، وما أريد أسمع حكاية مزينة عليكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كلهم واحد حتى نصر الديارية كل واحد حاسب عليه بشدة. بالنسبة للتعامل حسب أوامركم سيدي، أوامر تجينا من القيادة يعني، لكن دائما على التعامل الحسب مع المواطن. تصير عندنا حالات مرات يجي المواطن هو متنرفز من الازدحام، نحتويه قدر الإمكان. نعم احتووه المواطن، المواطن يدير يعاني من صعوبات، وتدري ها صار فترة وتنقل وكذا وحضر تجوال، فهي كل هذه ضغوط نفسية تصير عليه، فأنتوا لازم تحتووا إن شاء الله. أنتوا واجبكم، أنتوا في خدمة الشعب، يعني إضافة للشرطة أنتوا أيضا في خدمة الشعب، وهذا شعبنا لازم نخدم شعب. وبارك الله بكم، يعني وأريد موضوع تطبيق الحظر ما بي مجال الاستثناء أبد حسب الضوابط. واضح؟ أيوه. إن شاء الله. بارك الله بكم، بارك الله.